تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة وتبريك من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفع إلى سموكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين خلال العهد الزاهي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليكون بذلك امتدادا للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته وتكليلا لجهود سموكم الوطنية نحو البناء والتنمية. أدعو الله أن يوفقنا جميعا لمواصلة العمل والعطاء الذي يقودنا إلى مستقبل مشرق ومزدهر، وأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطائكم الخير في ظل المسيرة المباركة التي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، ودمتم سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.